للحديث أكثر عن أزمة كورونا في العراق وأثرها على المواطن العراقي في ظل فشل الحكومة في التعامل مع الوباء صحيا واقتصاديا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك دكتور هلال. الكل أصبح يعاني في العراق، المستشفيات لا تستطيع تحمل هذه الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا، النقص في المستلزمات الطبية، نقص في المستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، الوضع خطير جدا. أين تحدد مكمن الخلل؟ هل هو خطأ في الإدارة أم هو خطأ في نقص في المواد، نقص في المال، نقص في الموارد المالية؟ أين تحدد مكمن الخلل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله العفو والعافية للجميع، وإن شاء الله يا ربي يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وعن كل المسلمين وسائر بلاد المسلمين. قضيتنا في العراق أخي الكريم قضية مركبة، أولا لأنه الوباء أتانا وافدا من إيران، وهذا جانب الأهم، أنه لا يزال هذا السبب قائما ولا تزال الحدود مفتوحة. وأعتقد أن إذا طلعتم على الوافدين اليوم للزيارة الشعبانية من البصرة من منفذ الشلامشة، واضح جدا أدخلوا بسيارات حكومية وبحماية من قبل سيارات الشرطة. إذن لا خوف على العراقي بقدر ما خوف على ما تريده إيران، هذا جانب. جانب الآخر، تفضل تقريركم مشكورا بأنه 40% ويزيد من هذا العدد، هذا العدد الرسمي، يعيشون تحت مستوى خط الفقر. هذا يعني أنه عندما أعلن الحظر، وهو الحظر إجراء صحيح، نحن لا نعترض على الحظر، ولكن نعترض على ماذا قدمت الحكومة أو ما تسمى الحكومة بانهلالين للمواطنين ذات الدخل المحدود، ذوات الأجر اليومي الذين يعيشون على كد يوم. كان يجب أن يفكروا منذ البداية في كيفية إعانة هذه العوائل اللي عانتهم على البقاء. أنت إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. يعني إذا كان الموت لم تمت بالسيف، مت بغيره، لا يخرج المواطن، لا يلتزم بالحظر. طيب الآن يعني المطلوب من المواطن أن لا يخرج في البيت، كيف توفر الحكومة له يعني لقمة العيش؟ هل هناك ضمانات معينة؟ هل هناك تسهيلات؟ هل هناك مساعدات حكومية؟ كيف تتعامل الحكومة مع وضع المواطن العراقي الذي هو بالأساس قبل كورونا هو وضع متردي؟ أنا قلت أنه كان يجب، وهذا لا يعني أنهم قاموا بهذا، ولكن الإجراءات الحكومية قاصرة بكل المراحل، قاصرة لأنها تركت المواطن يسير على ما هو عليه، لم تفكر في كيفية إعالة الفقراء، لم تفكر في كيفية إيصال المواد الغذائية، لم تفكر في كيفية الحد من الانتشار بشكل صحيح. القضية قضية اقتصادية بحد ذاته، قضية أنه حسن الإدارة هذا لا يتوفر في العراق، وكما هو معروف أنه نحن لدينا الفساد هو في المقدمة، والذين المستفادين الآن من الوضع في العراق تركوا الشعب العراقي لمصيره. وأنت تعلم وسوف ترون إذا بقت الحال على هذا الحال سوف يتركون العراق ويهربون إلى مصادر أموالهم في الخارج ويتركون الشعب العراقي، لأنهم لو كانوا حريصين على الشعب العراقي كما أي دولة من دول العالم، هذا الوباء عالمي يهدد الجميع، لكن هناك إجراءات تتخذها الدولة لدعم ذوات الدخل المحدود، إعانات عاجلة، هناك مشاريع اجتماعية، التكافل الاجتماعي. القضية أوسع من أن تكون قضية فردية، هذا وباء يشمل الكل، فعلينا أن نحافظ على المواطنين بشكل حقيقة يستوعب هذه الأزمة. وإحنا بلد نفطي المفروض يكون عندنا الاستعداد أكبر، لكن شاهدنا من خلال التقارير بأن هناك انفلات في كثير من المناطق، هناك تجهيل، هناك استخدام الجهل والخرافة للمعالجة أو المقابلة بهذا الوباء، مما أدى وسيؤدي إلى كارثة حقيقة لا يحمد عقباها، لأنه عندما تكون عدد الإصابات أكثر من سيطرة السعة الاستيعابية للمستشفيات وأول طوارئ من ذلك، سوف يكون هناك كوارث حقيقة لا يمكن السيطرة عليها، وهذا ما يخشى منه. إضافة إلى أن
إدخال المسبب الإيران، كل الدول الآن أغلقت حدودها مع الكل، إيران ده بلد موضوع، فكيف يتم استقبال هذه الشاحنات والسيارات للزيارة الحكومة الشعبانية تبرر استمرار ونحن نعاني فتح الحدود من هذا مع الوباء إيران الخطير؟ بجلب السياحة من خلال الزوار؟ يعني الآن تتذرع وتتحجج بأن أسعار النفط قد هبطت، ولكن ما الذي يعني ما الذي استفاد منه المواطن؟ النفط يعني سواء كان قبل الكورونا أو بعد الكورونا، الآن الحكومة تتحدث عن أن هذه الحدود هي متعلقة بالجانب الاقتصادي، هل الجانب الاقتصادي أهم من أرواح المواطنين؟ كيف تتحدث وميزانيات العراق المليارية؟ القضية الاقتصادية قضية مهمة ومهمة جدا وأساسية، ولكن كما تفضلت نحن عندما كان سعر البرميل $100 كان العدد الفقراء في العراق يتجاوز 40% بإحصائية الأمم المتحدة، فما بالك اليوم عندما هبط إلى هذا المستوى؟ هذا جانب. ماذا استفاد المواطن العراقي من سعر من الموازنات الانفجارية التي سرقت في جيوب السياسيين والفساد الذي كل العالم يعرف به، يعرف بأن هذه الطغمة فئة فاسدة والكل ينهب من أموال العراق. الآن بعد هذا تريدون أن تدخلون 1,000 أو 2,000 أو 500,000 إيراني موبوء لكي تحسن الاقتصاد العراقي؟ هذا عذر أقبح من الفعل. يعني هذا الكلام حقيقة لا يعبر على 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 على, على الطفل الرضيع، فكيف يريدون أن 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 يقنعوا شعبا بأكمله يعاني من هذه المواد؟ أنتم إذا أنتم تريدون تحسين الاقتصاد العراقي، لماذا سرقتم أموالنا؟ أين ذهبت أموال النفط اللي هي تجاوزت ال 1500 مليار دولار خلال 17 سنة الماضية؟ هل بنيتم مستشفى؟ هل رفعتم من مستوى المعيشي للمواطن؟ يعني القضية يعني واضحة جدا أخي، أن هؤلاء يأتمرون بأمر الولي الفقيه في إيران ولا يهمهم المواطن العراقي لا من قريب ولا من بعيد. منذ أن تولوا الأمر في العراق ب2003 ولحد الآن ماذا قدموا للمواطن؟ يعني الآن إذا يترك المواطن لمصيره هذا هو الذي سيحصل، ونتمنى أن لا يحصل قريبا، لأنه إذا تركوا هذا الأمر سوف تكون هناك كوارث لها أول وليس لها آخر، يعني لأنهم لم يقدموا للمواطن لا المجال الصحي الصحيح ولم يغلق الحدود الحظر على المواطن العراقي الذي هو ما به إصابة مؤكدة، ولكن الإيراني به إصابة مؤكدة يا أخي. لماذا تسمح له بالدخول؟ وما هي فائدة الزيارة الشعبانية؟ وزارة الصحة تعلن تمديد حظر التجول إلى يوم 19 من الشهر الجاري بسبب الفيروس، كيف نفهم أن تمديد الحظر حتى 19 من هذا الشهر وعدم إغلاق الحدود؟ يعني هذه مفتوحة وهذه ممددة، كيف نفهمها؟ والله أنا حقيقة يقف العاقل حائرا أمام ما يسمع من هذا الهراء، لأنه هذا لا معنى له. يعني نحن المواطنين نحجرهم في بيوتهم وندخل الإنسان الموبوء إلى وهذا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز شرعا أن تدخل تنتقل من المنطقة الموبوءة إلى المنطقة السليمة، والعكس أيضا، هذا سنة مؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لإصابة الطاعون يجب في منطقة يجب أن لا يخرج منها ولا يدخل في منطقة موبوءة. كيف نضع هذا مع إجراءات العالم بأكمله أغلقت الحدود وسدت المطارات وسدت الكل، وهم أقل ضررا من الوضع العراقي وأكثر تقدما بالجانب الصحي وأكثر استعدادا؟ لكن هذا استهتار بحياة المواطن، يعني هذا حقيقة لا قيمة للإنسان العراقي. طيب أمام ما يريده أسياد هؤلاء. بطبيعة الحال يعني الحكومة والأحزاب والميليشيات كلهم ضد ثوار تشرين، ووصفوا هذه الثورة السلمية بأنها ثورة للعصابات وثورة للمجرمين وشتى الأوصاف، في حين أنها ثورة شريفة، ثورة يعني طلبت مطالب مشروعة ليس فيها أي مطلب يعني غير شرعي بحسب كل العالم، والمجتمع الدولي يشهد بأن هذه الثورة هي ثورة سلمية وثورة نظيفة لم تطالب إلا بحقوق إنسانية واضحة. الآن خلال هذه الأزمة التي يمر بها العراق،
كان لهم مواقف مع التزامهم بشروط السلامة وارتداء الكمامات و يعني جلب المعاقمات والتباعد لمسافات محددة فيما بينهم، قاموا أيضا بتوزيع مساعدات على المواطنين العراقيين الذين لا يملكون قوت يومهم، كيف تصف ذلك؟ أولا أقول الحمد لله أن الذي شتم هذه المظاهرات هم الفاسدون، لأنهم لو مدحوها لا أساءوا إليها، هذا جانب. الجانب الآخر، الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين في كتاب الأزهر يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. المواطن العراقي خرج قبل كورونا وقبل الوباء ورأينا ماذا فعلت ثوار تشرين وكيف تصرفوا وكيف تصرفت معهم العصابات المجرمة في المنطقة الخضراء والأحزاب والميليشيات. لكن الالتزام العالي من قبل المرابطين في ساحات الاعتصام وفي ساحات التحرير وفي الناصرية وفي النجف وفي الساحات الأخرى، التزامهم بالمعايير الصحية وقيامهم بعمل عجزت هذه العصابة عن القيام به، أعتقد هذا مؤشر كافي لأن نقول أنه الإرادة المواطن والإرادة الحرة سوف تنتصر، وهم مهزومون بإذن الله لأنهم على باطل. أخي يعني الذي نراه عمليا يوم بعد يوم أخزاهم الله سبحانه وتعالى في أعمالهم. المواطن طلع يقول أنتم فاسدون والعالم يقول كلهم فاسدون وهم يؤكدون فسادهم يوما بعد يوم، هذا ما نراه وما نلمسه. نعم، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا لك.